بصراحة كان بخير في الأول، ما كانش عنده المشكل ديال الأعصاب وداك الشيء. فشي الله بدينا كان خدام في المحل، كنا الحمد لله بخير. غير دابا مني ولا كيتحول، دابا مني خدام في القريعة يعني كثرت عليه الضغط ديال الإنسان والأعصاب. كتعرف في الجو ديال الزنقة، ماشي هو محلك ديالك خدام فيه يعني على خاطرك، ماشي هو الزنق. دابا طالعين 18 عام، يعني دوش عندي 17 عام، دابا 34 عام. الحمد لله، اللهم لك الحمد. عشنا حالات بزاف، هو الماكلة كسكروطات وداك الشيء، هادي هي الخدمة عنده. هو كيتعصب بزاف، صافي مني شاف راسو ما دار حتى حاجة. وأصلا كانت عنده مشاكل شحال هادي، ما كيشوف يعني حتى السند ديال العائلة ديالو ما كاينش، فهمتي؟ يعني ملي جات تزوج بيا أنايا الحمد لله شوية يعني قبلت عليه ورضيت بكل شيء، يعني ما بغيت منه حتى شي حاجه. انسان يلا كيلتزم يعني كتكون شويه ديال شنو نقول لك، كيكون الايمان قوي، كيكون يعني كتبغي كتقبلي على اي حاجه. ومني تزوجنا شويه ولدنا الاولاد شويه، بدات شويه الحياه كتصعب. ملي كتخدمي العائله كتخليك بوحدك، يعني كتغامر راسك، يعني موتي ولا حياه، انت كتختاري ديك الطريق كتعيشها بوحدك. صافي كتلقاي بزاف ديال الاهداف قدامك شويه معقده. عندنا 4 الوليدات دابا الحمد لله. الدري عنده 17 عام، الدري عنده 15 طالع في 16 عام، وعندي الدري عنده 9 سنين طالع في 10 سنين، والدري الاخر عنده 7 سنين. متبع جوج ديال الفانيد ديال ديغوكسات اونكسيون، وصراحه عانينا معاه بزاف دابا مده 4 سنين. لا ماشي ما كيخدمش، كيخدم ملي كيكون عنده شويه الجهد كينوض يخدم، صافي كيحس براسو عيا كيريح. يعني انا ما كنتش كنعطي اش نقول لك، ما كنتش كنعتبر هادشي ديال الخدمه ديالو، يعني كنقول ليه صافي انت خدام كاري لينا صافي. كان شويه المشاكل كنت كنقول ليه صافي كتخلص لينا الكرا صافي، اشنو كدير؟ ومني مشيت خدمت معاه في هاد الدومين اللي خدام فيه هو، ووقفت معاه في البلاصه فين خدام، اللي عرفت اشنو المشكل اللي عنده. عرفتو زعما كيفاش كيعاني، يعني ملي كيجي معصب من الخدمه انا كيلقاني ما كنتسوقش، كنقول ليه تاش كدير لينا تاش كتفهمتي. كان ديك الساعه العقل ما كاينش، يعني كون كان عندي العقل ديال دابا شحال هادي كنت نعاونو بزاف. كنت يعني ما عارفاش الظروف ديالو، تعشت معاه، نعشت معاه اللي عرفت اشنو يعني. ما نكذبش عليك اللي قدرته انا دابا، ما نكذبش عليك دابا هاد الايامات ملي ما كيخدمش كندي الدراري للمدرسه في الصباح كنخرج مع العائلات، غير كي اللي كتدخل دارها كي اللي كتمشي، وانا كنبقى ندور كنبقى نفكر. ما نكذبش عليك كنبقى يعني نفكر، كنقول شو سبحان الله العظيم، يعني ملي كنمشي عند شي اخت كنشوف يعني الحمد لله على كل حال. انا ما نكذبش عليك ما بقيت باغا والو، باغا غير نرجع كيما كان. بغيتو حيد الفانيد، بغيتو يرجع كيما كان حسن، يعني ضرب تماره كيجيب يعني واخا تقولي العائله غادي تعطيها كلها موه كلها خوتك، ما كاينش بحال راجلك صراحه، ما كاينش بحال راجلك. يعني حيد الفانيد بزاف دابا 4 سنين هو كيشرب، وانا وليت كنخاف دابا كنمشي كنمشي لشي بلاصه كيبقى دماغي معاه. دابا حتى في القريعه ملي كيكون خدام دابا الناس ما كيعطروش، ملي كيشوفوه معصب كي اللي كيجي ورك عليه، يعني كيورك عليه حتى كينفجر. خصهم غير يقدروها شويه، غير يحسوا بداك الفانيد اللي كيشرب. يعني هو دابا اللي جا الخاطر راه يشدو، يعني يعطي اللي كان عنده. شي واخا يشري الحاجه كتسوى فلوس عنده عادي، ماشي مشكل يطلقها في ديك الساعه. غدا الانسان كيجي يوقف عليه وكيشوفوه معصب كيزيدو يعصبو، كيزيد حتى ويكتم داكشي عنده لداخل، كيجي يا اما يخرجو فيا يا اما يخرجو في ولادو. واش فهمتي؟ كان ديك الايامات كاع يجي ما يهضرش معانا، يحط القفه ويمشي للقرى يمشي للقهوه. كنعيط عليه مالك، يقول لي خليني هاد الساعه، تقول له مالك خليني ما تدويش معايا خليني جالس. كتمشي للقهوه كتلقاي مريح جالس بوحدو وشاد تليفون. انا ملي ما كنتش كنقدرو في الخدمه كان كيجي على امر بسيط كنضارب معاه، كيجي كاع الشيء جلس كاع شهر يسد عليه الشرجم ويسد عليه الباب، ما يدوي مع حتى حد، ما يهضر مع حتى حد، يقدر ما يفطر ما يتغدى ما يتعشى، يبقى ناعس. انا ما نكذبش عليك ما كرهش انا شي، يعني الناس اللي كيشوفوا لحقاش الناس كيعرفوه بزاف، كيعرفوا حسن مونطون، يعني كيعرفوا الناس اللي داخل المغرب ولا خارج المغرب. انا بغيتو غير اللي يتعاون معاه، حنا ما كنطلبوا حتى حد كنطلبوا الله، فهمتي؟
انا بغينا غير من بعد الله عز وجل نلقاو شي ناس يوقفوا مع الاقل غير يدوا عند شي طبيب لا يتعالج من هاد الدواء. يعني الدواء اللي كيشرب صعيب بزاف، يقدر يؤدي الانسان ينتحر، يقدر كيولي عنده شي قدر اللي ما شربهوش كيولي يتفكر شي حوايج. ما نكذبش عليك، انا مرضت، انا معاه مرضت ما نكذبش عليك. يعني ولينا شادين ليه الخاطر لاقصى درجه بحال الدري الصغير. يعني الحاله اللي كيعيشها هو ما غاديش يعرفها غير اللي عايش معاه. يعني ملي كندوي مع صاحبتي مؤخرا واحد الصديقه ديالنا تعرفت على هذا العام الحمد لله ما نكذبش عليك برد شويه، يعني كنمشي نتحاور معها كتقول لي صبري راجلك ما هادي، يعني كنوجه لها تحيه ما نكذبش عليك الاخت ظاهره صراحه ما نكذبش عليك. الا تزيرت على شي حاجه كنوقف عليها كتعطيني كتقول لي بما تنفستي بما هادي، والناس كيسحابوا عنده الفلوس داكشي علاش ناعس في الدار، وكل واحد كيعلم بيا الله. كنكونوا كاع غاديين في الطريق شاده فيه وكنضحك معاه وداكشي كيقولوا صحابنا الناس رحنا عادنا الفلوس وعايشين بخير، ولكن راه ربي اللي عان باش تخرجي ولدك من المدرسه قدو راه باقي كيقرا ويفيق مع 8 الصباح ويمشي يخدم ويجي مسكين في السيمانه يمد لك ديك البركه يقول لك هكا امي. الحمد لله ملي لقينا واحد ولد الناس خدام عنده سميتو اشرف ما نكذبش عليك، واحد الدري هو كبار منه راه قد المتابه ديال با كيدير لي عقلو، عمر عزيز عليه ولدي ما نكذبش عليك. يعني في السن دابا 17 عام راه الله يستر دابا كتلقاهم في الزنقه راه لا اله الا الله. الحمد لله على كل حال والله، وباقي تنخرج دابا بخير ما نكذبش عليك، تنخرج كنبان بخير. عرفتي انا ما شربتش الدواء راه ما نكذبش عليك، داك الشيء اللي طرا ليا ما يتصورش والله ما يتصور اختي. المهم تنمشي نقدر كنورك على نفسي باش نخدم داك البلاصه اللي هي فيها طرف خبز وكنخدم فيها تبارك الله، كنضرب تماره ولكن ما تنقدرش كيف كان بحال كنخبو من الداخل ما تيبقاش عندي الجهد. دابا تنصور من 6000 4000 5000 تنقول الله ندير شي نخسر 6000 بعدا وارتاح شويه ونجي عاوتاني نجمع ثاني 10000 ونجي، لدرجه طمعوني كاع في البلاصه كاع طمعوا ليا فيها تيقول هذا راه شرا حانوت وشرا. انا دابا كاري والله العظيم نفرشها بيت واحد كنعسو فيه كاملين بزز باش كنسخنو واخا كاين بالثمن ماشي مشكل تنقول ماشي مشكل نصبرو باش ما نطيحوش قدام الناس يقولك لا هذا بغى يطلب ولا لا هذا بغى يدير. انا بغيت نرجع كما كنت ولو فهمتي رجع على النص اللي كنت. دابا انا عارف راسي كيداير عرفتي شنو، انا راه حاسس براسي ماشي هو، يعني تبدلت لا في نعاسي نعاس ما تنعش كان نهار كامل وانا فهمتيني بغيت غنتبدل بغيت غنتبدل رجع كما كنت انا نلقى مع ولادي بخير ونضحك معهم. ملي تيولي الانسان عنده 16 سنه 17 تخرج ويخدم باش يعاونك وانت عندك بلاصه باش تخدم. انا ما كرهتش شي بلاصه شي محل شي حد يتعاون معايا شي، المهم نتبدل عندك البلاصه ما نبقاش نتبدل فيها واخا نبقى فيها غادي ما نكذبش عليك غادي وتنمرض غادي وتنمرض غادي حتى بحال اختي مع ولادي تبدلت بزاف. انا باش تنقول لهم الناس زعما يحكموا على الانسان كيقولوا راه غليظ راه صحيح فهمتيني راه ما خاصو والو، ماشي يشوفوا الانسان الداخل ديالو. انا صابر حتى واحد ما شاف لي المشكل اللي عندي الداخل في الدار. دابا انا كاري ب 50 اضطريت انا نكري ب 50 ما لقيتش شكر، واخا كاين ثلاثه بيوت اخرين خاويين والبرد قاتلنا البرد الله اللي يعني البرد قاتلنا تيقتلنا. حنا ساكنين فوق في لاطوروس البرد قتلنا وتنقولوا ما نقول نصبروا تنقول بلا تنخدم، ولكن تنخدم ثلاث ايام يالله كيجي راه الشر كنتكلفو والله تنوصل نخلص. يعني ما اضطريت انا ما نكذبش عليك اضطريت انني ما نكذبش عليك كان خدمت معايا مرتي واخا تمشي تما تسمع الهضره الناس كيقولوا اجي مع مرتو خدامه راه هي باش واقف هي كلشي هاد المراه عندي انا هي كلشي هي ما يقولش لي الانسان عنده والدينا راه كاينين والدينا الحمد لله من الاولين هادي وقفات معايا في كلشي هذاك الشيء اللي عاشت معايا انا ما نكرهش ندير لها اي حاجه. داكشي اللي غيدير ليا انسان يديرو على هادي انا ما بغيت والو، داكشي اللي غيديرو انسان يديرو على هادي حتى هي مسكينه غترتاح. يعني داكشي ضربات معايا ما نكذبش عليك بغيتها هي ترتاح انا خليني واخا بقى ناعس ولكن هاد السيده ترتاح مسكينه نفسانيا يعني مولك راه تيدق. دابا يلاه جابوا لنا ورقه ديال القطع ديال الظلمه ماشي مشكل نمشيو ندورو ثاني نقلبوا على شي حد يخلصها وتيقول لك انسان لا هذاك راه خدام راه عنده الفلوس راه انا راه ما بقيتش عادي راه ما بقيتش عادي والله ما بقيت عادي حتى مع ولاد اتعانيو معايا راه مرت ولادي احسن ولاد ما نكذبش عليك مربين تبارك الله عرفتي كنعسو في بيت واحد ما
انا ما عايش، ما حاسش براسي عايش. يعني تقلبات عليا الامور، ملي كنت ساكن فراشي الدار مفرشه وكل شيء، الدرين بثانيا مرتاحين واكلين شاربين، يعني داك الشيء مساكن ما تبدل عليهم. ولفنا دابا حتى مع المده ولفنا نعسو بيت واحد، هذا كنعسو فيه، كتبقى البيوت اخرين خاويين. ما تيجي عندي حد، ما تجي عندي خويا، ما تجي عندي امي، ما تجي عندي با، ما يجي عندي حتى حد، ما كيجي عندي نهائيا. المشكله على انني تزوجت فهاد السيده هذه، هي عربيه، انا خديتها حتى التمن تازمه خديتها، وسبحان الله هذه 18 عام وانا معاها الحمد لله. ما تقدرش وحده تصبر لك، ما تقدرش والله ما تقدر تصبر لك شي وحده. انا ما انا با مع شلح ما قبلش هذه الزوجه هذه اللي هي خصك تاخذها شلحه من تما، ما شادين معانا. انا تخيل انا عايش واحد الحاله ما تصورش، ما كاينش يدق عليك، ما كاينش يدق عليك نهائيا.